أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم تتبع المساجد في رمضان لصلاة التراويح وذلك من أجل الأصوات الجميلة؟ والله إذا كان قصدها الأصوات فقط هذا لا ينبغي، أما إذا كان قصده أن بعض الأئمة الصلاة خلفها أضبط وأنه يتأنى في الصلاة وقراءتها أيضا تسبب الخشوع ويتأنى في القراءة ويجيد القراءة، إذا كان لغرض صحيح فلا بأس، أما إذا كان من أجل التذوق صوت فلان أحسن من صوت فلان هذا لا، ما يجوز، ما ينبغي يعني. نعم.